أسعد الله مساء الجميع بكل خير وبركة، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث مع جمعية إشراق. اليوم بحول الله حنتكلم على موضوع ما بين الرقية والعلاج النفسي، كيف أختار فيما بينهم. في مجال الطب النفسي، المجال العلاج النفسي عموماً، كثير يعني نتقاطع مع موضوع الرقية الشرعية. يمكن لاعتقاد الناس بأنه العلاج يجب أن يكون نفسي، يعني من نفس نوع الأعراض. الناس ترى بأنه المرض النفسي يعني يجب أن يكون علاجه أيضا نفسي أو روحي، لكن هنالك فرق ما بين نفس وما بين روح. الأمراض النفسية مثل ما تكلمنا المرة الماضية، ويعني معلش يعني تتحملون إنه إحنا نعيد إن شاء الله في الإعادة إفادة. الأمراض النفسية إحنا قلنا إنه هي منشأها عضوي، عبارة عن اضطرابات في الناقلات العصبية في داخل الدماغ. زي إيش مثلا الناقلات العصبية؟ زي مثلا السيروتونين، الدوبامين، النورابينفرين. الأشياء هذه، الناقلات هذه، هي مسؤولة عن ترجمة الأحاسيس، ضبط الانفعالات، العمليات العقلية، الاستجابة، الفعل، رد الفعل. فهذه نسبتها، تركيزها بداخل الدماغ يتغير مع الأمراض النفسية. وإحنا ما نبغى ندخل في التفصيلات الدقيقة هذه، يمكن ما تهم المستمعين أو المشاهدين الكرام، لكن في لها أساس عضوي، بدليل إنه إحنا أحيانا بنشوف تغيرات مورفولوجية، تغيرات شكلية في داخل الدماغ، تقلص في بعض الأماكن، يعني بعض زي مثلا الهيبوكامبس، الأميجدالا بيكون فيها شرينكج، الجراي ماتر، المادة في أحيانا يسموها المادة الرمادية، أو يعني في لها أسماء كثيرة، اللي هي مسؤولة يعني بتكون موجودة في الأبر كورتكس، اللي هي أعلى جهاز موجود مسؤول عن الضبط والتحكم في دماغ الإنسان. فهذه بتكون فيها تغيرات، وأغلب الأحيان بالنقصان وليس بالزيادة. ويمكن أكبر دليل إنه الأمراض النفسية، يعني غير إنه هي يعني الكونسنتريشنز هذه، يمكن في ناس ما تقدر إنه هي يعني تشوفها أو تقيسها. مش كل الناس بتسوي سي تي سكان بحيث إنه تشوف إنه في تغيرات شكلية. في دليل واضح لهذا إنه الأمراض النفسية تورث. تورث معنى كذا إنه هو شيء موجود في الجينات، شيء عضوي موجود في الجينات، بدليل إنها تورث. فمن هنا أتت، يعني جانا موضوع إنه لا، الأمراض النفسية ما تحتاج إلا علاج نفسي، وفي ناس تقول لك ما تحتاج إلا علاج بالرقية الشرعية. خلينا نضرب مثال. لو أنا عندي الآن يعني أحد حضر مناسبة اجتماعية، اتوظف وظيفة جديدة، اشترى بيت، منصب، بنت كانت في زواج، غالب الأحيان يعني بعدها، حتى لو بعدها فترة طويلة، مثلا حصلت مشكلة جسدية، خلينا نقول مثلا إنه هي، يعني لا سمح الله، أو لا سمح الله هي أو هو طاح انكسرت اليد، كسرت الرجل، هيقول لك حسد وعين وكذا. طيب أوكي، كيف حتعالجوها؟ الكسر اللي حصل هذا في اليد أو في الرجل أو whatever، في أي مكان حصل، كيف أنا هعالج الشيء هذا؟ شيء بديهي، هيقولوا لي أكيد حنجبرها. وأنا هذه كانت واحدة من الحوارات الدائمة بيني وبين مرضاي، يعني طب أنت كيف حتعالج الكسر؟ يعني شيء طبيعي، بيقول لك إن أنا حجبرها، أنا ما راح أخلي المريض يعاني. طيب أوكي، نفس الشيء. طب هو مثلا إذا كان يعني السبب إنه مثلا والله علشان حسد أو عين أو سحر،
طب ليش انت حتجبرها؟ لانه في خلل حصل، لان انا بعد كذا ما حقدر استخدم يدي او ما اقدر امشي على رجلي وهي مكسوره، لابد من الجبر. الجبر هذا نوع من انواع العلاجات، ونفس الشيء بالنسبه للامراض النفسيه، هنالك خلل اضطراب يحدث لابد من جبره. مريض حصل له نزف، هل أنا بس هعالج المريض هذا فقط بالرقية الشرعية؟ أنا ما عندي مشكلة مع الرقية الشرعية، والآن حنتكلم فيها يعني حسب الشرع وحسب أقوال علمائنا الأفاضل. أحد حصل له نزف، أحد حصل له جلطة نتيجة عين أو سحر أو حسد أو لأي كان السبب، أنا هعالج الجلطة وحعالج النزف ولا ما رح أعالج الشيء هذا؟ أكيد الكل حيقول لك أنا هعالج. طيب إيش معنى الأمراض النفسية أنا فقط إني ألجأ للعلاج النفسي أو ألجأ للرقية فقط؟ هذه زي هذه، إحنا لو فهمنا منشأ الأمراض النفسية وإنه هو الخلل غالبا عضوي، حتى مثلا لو كانت نتيجة ضغوط الحياة المؤثرات، مين اللي قال إنه ضغوط الحياة هذه ما بتأثر بشكل عضوي داخل أجسامنا؟ انتوا ما بتشوفوا الناس مثلا مع التوتر، ممكن يرتفع الضغط، ممكن يرتفع السكر، ممكن ترتفع يعني نبضات القلب، حتى لو هي ظروف اجتماعية، حزن، وفاة، فقدان، انفصال، اي فاجعة تؤثر على الجسد. فليش احنا والله بس يعني للتأثيرات الجسدية حنعالجها، لكن التأثيرات النفسية ما رح نعالجها؟ هنالك علاقة وثيقة ما بين الجسد والنفس. الأمراض النفسية لأنه الأعراض تظهر بشكل نفسي أو بشكل وجداني، الوجدان يعني عاطفي، بكاء، دموع، حزن، طفش، قلة اهتمام، عدم القدرة على النوم، عدم الرغبة يعني في الاهتمامات، عدم الرغبة في الحياة أحياناً، الوسوسة، كثرة التفكير، القلق. الأعراض هذه أعراض نفسية، علشان كذا الناس يعني قد يختلط عليها الأمر، لكن زي ما قلنا المنشأ عضوي. أرجو بس نفهم الجزئية هذه، معلش أنا بكرر فيها كثير، لكن هي هنا هذه النقطة المفصلية. إذا إحنا فهمناها واتفقنا عليها كل شيء خلاص هيمشي. مرض مثل باقي الأمراض أعالجه مثل ما أعالج أي مرض ثاني في الحياة. طب يعني أعالج بالدواء النفسي فقط وأترك الرقية الشرعية؟ من أراد أن يعني أن يستخدم الرقية الشرعية فليستخدمها، ولكن فضلا 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 استخدمها بضوابطها الشرعية. طبعا الضوابط وهي موجودة، الكلام هنا جايبته من موقع الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله، حاط لك ضوابط أو شروط الرقية الشرعية. الشرط الأول والثاني يمكن إحنا يعني مو كثير في مجال الحلقة، إنه هي تكون بلسان معروف المعنى، والثانية إنه المعنى هذا ما يكون فيه، يكون صحيح سليم، ما يكون فيه ما يخالف الشرع. اللي يهمني الشرط الثالث يقول لك ألا يعتمد عليها بذاتها، ألا يعتمد عليها بذاتها، فليعتقد إنها أحد أسباب الشفاء أو العلاج، أحد الأسباب. يعني مو أخذها فقط الرقية الشرعية وأترك. إحنا يعني معلش بس إحنا أحيانا بحاجة كذا إن إحنا نرجع بس نفهم ديننا، نفهم يعني نفهم، لكن إني أنا أقول والله إنه فقط رقية شرعية ألا أعتمد عليها بذاتها، بل أعتقد أنها أحد الأسباب. وفي الحديث وفي القرآن تداووا، يعني أنا رسول الله اللهم صل وسلم عليه، تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، ما قال فقط يعني استخدموا الرقية. في كمان في صحيح البخاري حديث عن النبي اللهم صل وسلم عليه، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فالتداوي سنة،
سنة نبوية. أنا ما بقول والله خلاص نترك الشرع ونترك السنة. تداووا تداووا عباد الله. طيب كيف أختار فيما بينهم؟ متى أقول والله أنا أروح للرقية الشرعية، ومتى يعني أقول إن أنا أروح فقط للدواء النفسي؟ إحنا بنقول إنه إحنا يعني إذا كان الأمرين إن شاء الله إنهم خير، why not to take it all؟ خذوهم هم الاثنين، مشي الرقية الشرعية ومشي الدواء النفسي، استخدم هذا واستخدم هذا بالتوازي جنبا إلى جنب. ما في شيء يتعارض إن أنا والله أرتقي لكن حسب الضوابط الشرعية. وأحد الضوابط الشرعية إنه أنا ما أروح الإنسان يتكسب من الرقية هذه، ما أروح الإنسان يقول لي والله وقف الدواء. الأطباء هذول إيش يعني بينقال لنا كثير، وإحنا كمان بنسمع كثير عن الرقاة الذين يتكسبون من الموضوع هذا. في مغالاة، في تطرف، في استغلال، في تحرش. واسألوا مرضاكم، في انتهاكات كثيرة وبعيدة تماما عن ما أمر به يعني ديننا. احنا بنشوف كثير مرضى يعني يتم استغلالهم، يتم انتهاك. أنا ما أبغى أتكلم هنا، يعني احنا we are live، لكن ما أعتقد أن الموضوع هذا. افتحوا اقروا، اسألوا المرضى نفسهم إيش بيحصل لهم. أنا ما بقول كل الرقاد، لكن بتحصل. الرقية أحد يعني شروط الرفق أن يكون فيها إخلاص. كيف أرتجي إخلاص من إنسان يتكسب من الرقية هذه؟ لا مانع من التكسب، لكن ارقي أنت نفسك، خلي أحد الوالدين يرقيك. الموضوع ما هو صعب. الرقية وآيات الرقية والأحاديث الواردة عن النبي اللهم صل وسلم عليه موجودة ومثبتة في الأثر وفي الكتاب وفي السنة. إذا كان المريض النفسي ما هو قادر، غير مستبصر، طيب في أهل، في أم، في أب، هذول أخلص الناس. يعني أحد الوالدين، في يعني أحد الوالدين أنا بقول لهم يعني خلي الوالد أو الوالدة يعني يقرأ عليك أو تقرأ عليك، ما راح يكون في أخلص ولا أحن يعني ولا أحرص من قلوبهم عليكم. أحسن لكم من الرقال اللي من برا يقرأ على مجموعة. يعني الأم أو الأب حيكون في إخلاص، حيكون في سكينة، حيكون في حرص بدون ترهيب وبدون. أحد شروطها الإخلاص. وزي ما قلنا الشرط للرقية ألا يعتمد عليها بذاتها. يعني إذا في عندي دواء ومتاح ومثبت، وأنتوا لو تشوفوا كمية البراهين والإثباتات والدراسات اللي تتطلبها هيئات الاعتماد للأدوية هذه، أنتوا حتتفاجئوا. يعني ما في دواء والله يعني بيجي من مجرد الاختبارات، عفوا بس في ناموسة، يعني بيجي من مجرد اختبارات على يعني عفوا على animals، على حيوانات، أو بعدين بيجي سنوات وسنوات ويعني ومراحل phases. المراحل الأولى أيوة بتكون أول شيء بتكون في الأطباق المخبرية، وبعد كذا بتدخل مراحل التجارب على الحيوانات. حتى الحيوانات في رانكس للتجارب على الحيوانات، وبعد كذا بندخل في المراحل البشرية. المراحل البشرية في البدايات يعني أول بدايات تجربة العلاج، وحتى ما بيكونوا مرضى هما في البداية، يعني بداية الاستخدام البشري للأدوية هذه بيكون على متطوعين أصحاء. وكمية الاختبارات وكمية التحاليل والمراقبة تكون شيء هائل جدا. يعني على مدار يعني 24/7 هذول بيكونوا موصلين بجميع أنواع التحاليل والاختبارات والمراقبات، بحيث أنهم يشوفوا الدواء هذا كيف يعني
كيف حيكون مساره، كيف حيكون تأثيره في داخل الجسم. في البداية بتكون تهمهم السلامة فقط، وبعد كده شوية بشوية لو أثبت إنه هو سلامته، طبعا بعد شهور، بعد عدد كافي من عشرات المرضى، بيبتدوا إن هم يشوفوا مدى فاعليته. وفي المراحل هذه إحنا بننتقل من عشرات المرضى إلى مئات المرضى. بعد كده بندخل في مالتاي سنتر. المالتاي سنتر يعني في مراكز متعددة، وبناخذ مساحة جغرافية كبيرة من الأرض، يعني ما تكون مثلا في بلد واحد، ما تكون في مركز واحد أو مستشفى واحد. ويشترط طبعا النزاهة، وعدم إنه يعني شركة الأدوية المصنعة إنها ما تكون هي الممولة للدراسات. في اشتراطات كثيرة بحيث تضمن نزاهة وفاعلية الأدوية هذه وسلامتها. ما أجي وأرمي كذا في عرض الحائط، يعني الجهود هذه كلها والاعتمادات للأدوية، سواء كانت أدوية نفسية أو أدوية أخرى، لكن إحنا مجال يعني كلامنا الليلة على الأدوية النفسية، وأقول والله لا، استخدمها وإن شاء الله إنه هي فيها الشفاء. وزي ما قلنا، إذا في عندك نوع ما نجح، إن شاء الله النوع الثاني إنه هو ينجح، أو النوع الثالث. لكن دائما أختار العلاج المناسب لحالتي بما يعطيني يعني تمام الاستفادة. هذا في ما يخص، لا يوجد أي تعارض، لا يوجد أي تعارض ما بين الأدوية النفسية والرقية الشرعية. أقدر إن أنا أمشيهم بالتوازي، يعني لا يوجد ما يمنع إن أنا أستخدم الرقية الشرعية وأستخدم العلاج النفسي، الدواء النفسي. هل مثلا في أي أسئلة؟ أنا في سؤال وردني، إنه أنا تقول لك أنا لا أرغب في تناول الدواء النفسي، وأنا يعني أنا فقط أبغى ألجأ للرقية الشرعية. الشق الثاني، أنا معك، ألجأ للرقية الشرعية سواء كانت المشكلة نفسية، وهذا يعني الشيء هذا مشروع في ديننا. لكن زي ما قلنا، إحنا عادة لا نلجأ للدواء النفسي طالما إنه هي وصف لها دواء نفسي، معنى كده إنه هي تم تشخيصها، وتم تشخيصها معنى كده إنه في تعطيل لوظيفة، في تعطيل لمهام هي مفروض إنها تقوم فيها وما هي قادرة. تم تعطيلها مهام، وظيفة، مسؤولية. إحنا ما بنشخص أصلا مرض نفسي إلا يكون فيه تعطيل للوظيفة المناطة بالشخص هذا. يعني مثلا لو هي أم تقول لي أنا ماني قادرة أقوم في البيت، أنا ماني قادرة أطبخ، مش عشان والله هي عندها شغالة تساعدها، لا مانع، لكن هي ما هي قادرة تقوم بواجباتها، مسؤولياتها كأم، ما هي قادرة تراعي الأولاد في البيت، ما هي قادرة تشوف شؤونهم، في منهم ما هي قادرة حتى تهتم فيهم، تقولي أنا حتى ماني قادرة أسمع لهم أغلب الوقت، بس يعني أبغى أفضل كذا بس بالحالي معزولة، أنا ما أبغى أسمع، أنا ما أبغى هم، ما أبغى مشاكل. في منهم تحتاج تتعامل لكن بصراخ، بغضب، عصبية، عدم احتمال. هذا ما هو تأدية للوظيفة كما ينبغي لها. طالب أوكي موجود، ممكن هو بيحضر يوم 20، لا بس مجرد يحافظ على نسبة الحضور، ما يكون نسبة الغياب تدنت لهذا، يعني يلحق نفسه في اللحظات الأخيرة. هذا كمان ما هو يعني الأداء اللي هو على الحافة، هذا كذا لا يعتبر. إحنا يعني نبغى الإنسان يكون بيأدي بشكل صح، يعني ما يكون في تعطيل significant، يعني مؤثر على عطائه، على أدائه، على يعني أي شيء هو مفروض إنه هو يسويه. إحنا هنا موجودين على الأرض، واحدة منها عمارة الأرض، إحنا كل منا هنا مسؤول. يعني ال ال الأمهات، الآباء، الأبناء، حتى الأبناء عندهم مسؤوليات المفروض أنها تكون يعني تجاه أنفسهم، تجاه الوالدين، تجاه العائلة، المجتمع. إحنا كلنا يعني مطالبين، وكل في ما يخصه، وكل في يعني في مجاله.
الطالب لازم انه يعني يأدي دروسه، يعني يذاكر، يجتهد، ينجح ينجح، يعني مو هو ينجح بس فقط على الحافل، لأنه بتجينا أحيان كثيرة وهو بينجح يعني. طب هذا الشيء ما رح يأهله أنه هو ينجح حتى في الحياة. إحنا ما نبغى نناقش الآن موضوع والله النجاح على الحافة والهذا، لكن إحنا بنقول طالما أنه في تشخيص نفسي، في دواء نفسي، معنى كده أنه في تعطيل لمهمة. وقلنا المرة الماضية أنه أنا مفروض أن أنا أوازن ما بين أنا إيش حاخذ لو أنا يعني أخذت العلاج النفسي، إيش اللي أنا حكسب؟ What will I gain؟ أنا حكسب نفسي، حكسب احترامي أنا لذاتي، لما أنا والله بكون بأدي، بكون منضبط، تصرفاتي، أفكاري، مشاعري، حتى أنا احترامي النفسي حيكون intact، محفوظ إن شاء الله. أيوة الأمور ماشية الحمد لله. فإحنا قلنا نوازن المرة الماضية أنا إيش حكسب وإيش حخسر، هي مجرد حبة حبتين أخذها. وإحنا قلنا الأعراض الجانبية أنا أقدر إني أنا أتعامل معها، يا إما بأدوية مساعدة أو إني أشوف الدواء المناسب لحالتي بحيث إن أنا أخفف من الآثار الجانبية، ولو كان في آثار جانبية أحاول إن أنا أوظفها لصالحي أنا. زي مثلا الأمثلة اللي ضربناها، مثلا دواء بيسبب مثلا فتح الشهية بشكل كبير أو زيادة الوزن، أعطيه للمرضى اللي هم عندهم فقدان في الشهية، طبعا من نفس المجموعة اللي هي مثلا مخصصة لهذا المرض النفسي. دواء يسبب الخمول، النعاس، أعطيه مثلا في الليل، أعطيه للمرضى اللي هم في عندهم هايبر، يعني أقدر إن أنا أتعامل مع الأشياء هذه. لكن يعني إذا أنا اقتنعت هذه النقطة جدا مهمة، إذا أنا اقتنعت بأهمية الدواء النفسي لي، ما عشنا والله بس فقط في إنكار، في دينايل، لا والله أنا كويس ما أحتاج للدواء النفسي، ما حصلنا بس مخارج كذا علشان أتهرب، أنا ما أبغى الناس تأخذ الرقية ذريعة أو مجرد إكزت حتى إن أنا ما أخذ الدواء النفسي. الرقية الشرعية أوكي، والدواء النفسي كمان معاها، إحنا بنقول هاند إن هاند، جنبا إلى جنب، أمشي هذا وأمشي هذا. لا ترغب، إحنا كلنا زي ما قلنا الطبيعة البشرية ما تحب كثير الالتزام، وبالأخص بالأدوية، دواء وأجلس أتذكر، وفي أشياء تساعدنا على فكرة في التذكير، يعني يعني موجود ممكن تحصلوها في الصيدليات، في المخازن الكبرى، الأشياء اللي بتساعد الإنسان إنه هو يتذكر الأدوية، بوكسز كذا صغيرة، يعني بالأيام، حتى بالفترات، صباحا مساء، كثير بتساعد الإنسان. الآن الأجهزة الذكية هذه اللي معنا بتساعدنا كثير، أحط لي أنا ألارم ريمايندر متى إني آخذ دوايا، فالتزم حتى اني انا يعني اعيش حياة بشكل متوازن، بشكل صحي. طيب متى اقرر، كان في جاني سؤال، متى اقرر ايقاف الدواء واللجوء للرقية؟ احنا قلنا المرة الماضية انا ما حوقف الدواء النفسي، وبالاخص اذا كانت هي هذه ما هي النوبة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة، إلا بعد استقرار الحالة لمدة 3 أو 6 أشهر. بعد كذا أنا ممكن أبتدي أسحب الدواء بالتدريج، إذا حسيت شفت إنه في عودة للأعراض مرة ثانية، أرجع برضو يعني بالتدريج للجرعة اللي أنا كنت مستقر عليها وأكمل. ما أقدر إن أنا أوقف لهذا، وزي ما قلنا الرقية الشرعية أنا أقدر إن أنا أستمر فيها، لكن يعني فضلا نستمر فيها بضوابطها. أنا ما أدري الجزئية حقت الإخلاص اللي أنا تكلمت عنها كانت موجودة من ضمن البث أو لا، لكن يعني أحد شروط الرقية الإخلاص، وما في أحد مخلص للإنسان أكثر من ذاته أو والديه. إيش كمان في عندنا أسئلة ثانية؟ تعارض؟ لا أبدا، لا يوجد أي تعارض ما بين الدواء النفسي وما بين الرقية الشرعية. الدواء النفسي إحنا يعني
قل انه هو بيشتغل على الناقلات العصبية اللي يعني بيكون تركيزها او افرازها مختل داخل الجهاز العصبي المركزي الدماغ، تساعد على اعادة اتزان نسبة الناقلات العصبية، وبالتالي بتأثر على الوظائف حتى على التغيرات اللي حصلت داخل الدماغ، بحيث يعني تعيد الاتزان وتعيد الوظائف الحيوية للدماغ كما كانت. الرقية الشرعية احنا يعني كما أتى في الشرع بنمشيها بضوابطها حسب يعني كل إنسان وقناعته ورؤيته. هذا فيما يخص يعني لا يوجد أي تعارض ما بين الرقية وما بين الدواء النفسي. أعتقد أن أنا جاوبت على كل الأسئلة، وزي ما قلت لكم يعني اللي مثلا يعني انضم لنا بشكل متأخر وسأل سؤال وشاف أن أنا ما جاوبت عليه، بيكون عادة الجواب في الأحاديث اللي سبقت، عشان بس إحنا لا نكرر على المشاهدين اللي متابعين معنا. أشكر لكم حسن المتابعة والإنصات، وشاكر لكل التفاعلات الجميلة والقلوب. استودعتكم من لا تضيع ودائعه، في أمان الله.